فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل يا رب أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامه، واعطيهم وإيانا نصيبا ومراسا مع كفاة قديسي. يا رب ارحم. انت كمت اغاصوس بميرو اومي اريف ما بقي بشويس اني سيسيا ني افروس فورا نشاب موت انتاني طبير افروس فارين اقطايو نمقو اقو امفكران اثقو. مسبحك الناطق السماء رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين. وكما قبلت إليك قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة، هكذا أيضا ندور عبيدك اقبلها إليك أصحاب القليل وأصحاب الكثير الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين. أعطيهم الباقيات عوض الفانيات، الأبديات عوض الزمانيات، السمائيات عوض الأرضيات. بيوتهم ومخازنهم املاها من كل الخيرات. أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار. وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض أذكرهم هم أيضا في ملكوتك، وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك. يا رب ارحم. فنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي وعلى أرض السلام، وفي الناس المسارة نسبحك نبارك الناس من الله ننطم مجدك نشكر من على زمك. أيها رب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح. أيها رب الإله حمل رامت اقبط البطن اليك يا الجالس عن يمينك، انت وحدك القدوس، انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح وروح كل اسمك. وباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس. تبكي تبكي
لي. كنت أتلو في طرقك لنفسي. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الأزل ولا من عزراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت صلبان ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. مجد للآب والابن والروح القدس آن وكل أوان ظهر الدهور أمين. أي يا سلوس من قدس ارحمنا، يا سلوس من قدس ارحمنا، يا سلوس من قدس ارحمنا، يا رب اغفر أسامنا. يا رب افتقد النهارده شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وقد نزلنا ركب. يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطيئة، يا رب ارحمنا يا رب عنا وأضبط البطن إليك لنا لك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا كما نغفر نحن. كريلا يسون بريسوس يسوس بن شايس أمين الليلية شيرني تنترسي سوابس من تنبرسين سنسينو بين تيموس بريسوس شيرس إتوس ميسينين بين تنبرسوس بن نوتي برسين سوابس Ibarsinos Mariam, Tiso Tokos, Soeb, Tebrustos, and Tenot and Tape Genus, and Tate Dimitromi. Cherenio, Tibarthenos, Toro, and me, and Alisini, Sherem, Shoshon, Tib, and Genus, Areg von on and Emmanuel. Onietin so Maria Tisavio and Semniti Mes notines kini bia pneumaticon. Bia pneuma in Baracleton Vieta Vigin Bishirigin Monte Virzeni is caught up in Bosin knowing. And for you, then I'll be the chrome babe shell in no tear in him be nine on our revive car of Gentini G. Why are more in tall of evil him been eaten, Sherman and Sus on him been killed and all she falling go and moves. Sherene oti barsenos toro emmi in alisini, Sherep shoshon te bengen sareg vonan in emmeno il. Sherene kobe martiros, Sherebi evangelisti, Sherebi apostolos, Marcos bi theoremos. Sherina kobe martiro shere be choy gen gen o shere bi aslo boros be shay se bor ga varge yo Sherina kobe martiro shere be choy gen gen o shere bi aslo boros filo be tir mercorios Sherina kobe martiro shere be choy gen gen o shere bi aslo boros ava min antini vayet Oni et kinomis mi ben yotis oevim, but rei arshish baba vakarilis bima, so bi min reiti tiberen stons. Oni et kinomis mi ben yotis oevim, dike os av Abraham bebes kobos, bi min reiti tiberen stons. Shobi and Sarasam Sigokin Machiosi Tarakin Kiton, Otenchisan of Trinti thought, or cause the embarrassment of Sensei in a vein. سلام عليك يا أيتها العذراء الملك الحقيقي السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل جسم نعظمك يا من نور الحقيقة بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرون ما لا يرونه من رب واحد يسوع المسيح
ابن الله الوحيد المولود من أبوك ولكل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي مع فجر وليس به كان كل شيء هذا لازم من أجل بشر من أجل خلاص أن ننزل من السماء دقة صدمة روح قدس من العذراء تأنس الصليب عنها على هذه بلاد صلبون تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد على السماوات وجلس على اليمين وأيضا أنت في مجدي الذين أحيا والأموات الذي ليس يمكن انقضاء نعم نؤمن بروح القدس رب المحيي المبسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق فيهم بأب كنيسة واحدة مقدسة كما رسلني تعرف ما وديعت مفر خطايا تنقش تبول خايت انت يا ناستاسيس ريف موت نم بيون خنت بيون اسنيو آمين نوتينا شنيرون شنيد خارون آمين شتمرون آمين ويرون ريرون ريوي ثنيرون آمين Said to us in the honor of disciples and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things that you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May you be worthy to hear and act according to your holy gospels through the prayers of your saints. Lord, have mercy. Remember also our master, all those who have been blessed. Remember them in our supplications and prayers, which we offer up unto you, Lord our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all. The hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us. Εκ του κατά λούκαν αγέιου Ευαγγέλιο του αναγνωσμά. Δοξάσι Κύριε. علمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا حق ورحمتي معه وباسمي ارتفع قرنه حينئذ بالوحي تكلمت مع بنيك وقلت إني وضعت عونا على القوي كل
آتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. فقال له واحد: يا رب أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون، وإذا بلغ أن يقوم رب البيت ويغلق الباب فتبتدئون بالوقوف خارجاً وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. فيجيب ويقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول لكم: إني لا أعرفكم من أين أنتم، اذهبوا عني يا جميع فاعل الظلم، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ومتى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله؟ وهوذا آخرون يكونون أولين، وأولون يكونون آخرين. والمجد لله إذا شتم بن صوتي يربي ماي إن أغص الجين صباب شنيت قارون أب إي الله صوتي منار برز وفي ناري قنوت انشسن نفترن ماري أسمى بن صوتي رندف كن إنو في ناني فلجي فاسم روت انجي في أدني مبشيري ما صوب تتري سجي كفلت نوشت مستنتي اوني إيل بلوغي صون إيرني باس يطب نوماتي صون نسأل الله الأب ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب ارحم أقاصي المسكونة إلى أقصائها. اذكر يا رب بطريركنا البابا تودرس وشريكه في الخدمة الرسولية مطرنا الأنبا سرابيون، حفظا احفظهم لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة هادئة مديدة. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين، كل مدينة والكورة وكل زينة، تنجينا كلنا من الغلاء والوباء والزلزال والغريق والحريق ومن سبي البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الهراطقة. تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة، باركها أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرسها ولتكسر أسمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليك، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجى. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه الحسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. أيضا فلنسأل الله الآب ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح
نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، اعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق، نصنعها كما شئتك المقدسة الطوباوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. انعم بيها يا رب لينا ولعبيدك الآتين من بعدنا إلى الأبد. عبادة الأوثان بالكمال اقلعها من العالم، الشيطان وكل قواته الشريرة اسحقه وأزله تحت أقدامنا سريعا. الشكوك وفاعلوها ابطلها، ولينقض افتراق فساد البدع. أعداء بيعتك يا رب مثل كل زمان والآن أزلهم، حل تعظمهم، عرفهم ضعفهم سريعا. ابطل حسدهم وشرهم وجنونهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا. يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء، بدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخي طوفان. قم أيها الرب الإله وليتفرج جميع أعداء، وليهرب من قدام وجهك كل مغد اسمك القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة، ألوف ألوف ورموات رموات، يصنعون كلهم إرادتك المقدسة الطوباوية. يا ابن الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك ما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا من خلنا في تجربة، لكن جينا نشرب المسيح صار ربنا، لأن لك الملك والقوة. خم بارس طوس إيس هنبيون O Master, Lord Jesus Christ, only begotten Son, looks of God the Father, who has broken every bond of our sins through receiving life-giving sufferings, who breathed in the face of his saintly disciples and holy apostles and said to them, receive the Holy Spirit, forgive the sins of any they are forgiven, if retained the sins of any they are retained. Now also, our Master, you have given grace to your holy apostles, those for time labor in the priesthood and your holy church, if you have sent upon the earth, to bind and loose every bond of iniquity. Now also we ask and treat to of mankind for your servants, my fathers and my brethren and my weakness, those who bow the heads before your holy glory, dispense to us your mercy, loose every bond of our sins, and who have committed any sin against you, knowingly or unknowingly, through anguish of heart, whether in deed or word or fate, harm us, O Master, knows the weakness of men is a good one and love for mankind. O God, grant the forgiveness of our sins. Bless us, purify us, absolve us, and all your people. Fill us with your fear and strain us for your holy good will. For you are God, the glory, the honor, dominion, worship I do unto you. With him and the Holy Spirit, the life giver, who is one of us since the beginning of time, the age of all age. Amen. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Amen. Alleluia, Jesus, Sabbatrike, Eoke, Age, Obnevmati, Kenin, Keae, Kestos, Eonas, Toni, Amen. Tenoshe, Volingo, Emonje, Obenshoi, Isos, Pe, Christos, Esmona, Eren, Ted, Vimari, Bek, Nainen, Tikirini, Oen, Soften, Bek, Sote mono onainan kirie leison kirie logison emines moero es moero stimetania koni evalgoim besmo spenoti amines shopi urti hirini moinan tikirini seminan tikirini kanovena volje thok tati gumnam pi ono pismono pi amaisha nemin lor mix ready pre thank the aben and lazy for samoa yeah الساعة الثالثة والساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح مزامير معلمنا داود النبي بركات علينا أمين. يستجيب لك الرب في يوم الشدة بسورة اسم إله يعون الرب يرسل عونا خلص عبدك واستجيب يوم ندعوه. الرب يرعاني فلا يعود، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، مسحت بالزيت راسي وكأسحمتك أحكم لي يا رب، اغسل يدي بالنقاء واحببت جمال بيتك. الهنا ملجانا وقوتنا معيننا في شدتنا، يا جميع الامم صفقوا بايديكم. اللهم باسمك خلصنا، اجتمع صلاتنا رب قام علينا، رد الشر انت صالح، انت ساكن في عون العلي سيدي. تعلق بي فأنجيه طول الأيام أشبعه،
الرب قد مالك لبس الجلال لبس القوة. شهادات صادقة لبيتك ينبغي التقديس يا رب كل الأيام. قول يا رب زكساس يوسوس ومون قدوس 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 رب الصابق معلمنا يوحنا البشير بركاته علينا. متى جاء المعزر روح القدوس الذي سيصل الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم. أنا لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت لكم إني أمضي إلى الآب ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء. لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم. دائما أبديا أمين. ليقبل قول الله بسلام. تنشمك بكريستوس نمبك وتناغصوص نمبب نبمي ثواب جياك إياك صوت يوم النينان. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا أيها الصالح لكن جدده في أحشانا قلبا نقيا. اخلق فيا يا الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روحك القدوس على تلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا أيها الصالح لكن نسألك تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء يا رب أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة. نسألك أيتها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب كل يوم يهيئ طريقنا لأنه هو إله خلاصنا. O heavenly King, the Comforter, the Spirit of Truth, who is present in all places and fills all the treasure of good things and the life giver, graciously come and dwell within us and purify us from all defilement, good one, save our souls. Just as you were with your disciples, O Savior, and gave them peace, graciously come also and be with us and grant us your peace and save us and deliver our souls. Whenever we stand in your holy sanctuary, we are considered standing in heaven, O Theotokos, through the gate of heaven. Open for us the gate of mercy. يا إله كل الرافات ورب كل عزال أشكرك لأنك قمتنا للصلاة. ارسل علينا يا رب نعمة روحك القدوس. طهرنا من دنس الجسد انقلنا لسيرة روحانية كي نسعى بالروح ولنكمل شهوة الجسد. نخدمك ببر وطهارة وتدبير حسن كل أيام حياتنا. قول يمينة زكساس يوسوس ومون قدوس قدوس رب And seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you in their value. And persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. The city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp put under a basket, but on a lampstand gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works. And glorify your Father who is in heaven.
Glory be to God forever and ever. Amen. To the Lord's name, be God and Aga Sos name, be Bnev Ma'ethoab, Jinyak Yaksut Omay Nainan, O Yuhu, in the 6th day and 6th hour. Warn you to the cross for our, for the sin which our father Adam dared to commit in the paradise, till our hand ready for our sins, O Christ our God, and save us. I cry to the Lord, and Lord, hear me. The God, hear my prayer, do not refuse my petition, and hear me. Be attentive to me and hear me in the evening, the morning, the midday. I say my words and hear my voice and deliver my soul in peace. O Jesus Christ, our God, who were nailed to the cross in the 6th hour and killed sin by the tree, and by your death you made alive to the dead man whom you created with your own hands and had died in sin, but to this our beings by your healing, life-giving passions, and by the nails which we nailed, rescue our minds from the sorties of the earth, release and the world lost to remembrance of your heavenly commandments according to your compassion. Since we have no favor, nor excuse, nor justification because of our many sins, we through you implore to him who was born of you, O Theo, to cause the Virgin for abandonment, and unacceptable is your intercession with our Savior, O Holy Mother. Do not exclude sinners from your intercession with him whom you bore, for he is merciful and able to save us, because he suffered for us to deliver us. Let your compassion speedily reach us, for we are exceedingly humble. Help us, O God, our Savior, for the glory of your name. O Lord, deliver us and forgive us our sins, for the sake of your holy name. صنعة خرص في وصل الأرض كل المسيح لنا عندما بسطت يديك الطائرتين على ود الصليب. فلهذا كلهم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا صالح طالبين مغفرة خطايانا المسيح لنا. لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد الصليب لتنجي الذين خلقتهم من يوم بتردو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة والتلالية العذراء. نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا صرنا الحياة الأبدية وإننا نمي في الدرس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لأنه قوي.
إبسكوبوس أبا أبراها جوي صاري إمودناني بيكو We look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, hear us and have mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, have mercy, O Lord. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, have mercy, O Lord. Kyrie eleison, Kyrie eleison, hear us and have mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, have mercy, O Lord. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Amen. Remember, O Lord, those have brought unto you this gift, those on whose behalf they have been brought, and give them all the heavenly reward. Pray for this holy, precious gift, our sacrifice, and those who brought them, Lord, have mercy. Alleluia, fai pebi, eho, o, eta, em, sho, seth, amen. O, marente, li, lente, o, non, femon, en, chi, Oem choisek en ame, oem choisek esotenemot.
تفس مارون تنجفي اثنيوخن ابران امام شويس اللي إلو يا إبران بكيوت نبشيرين ببنف ماي سواب ونوتي نوت أمين إفز مارا أو تنجيب نوت بيوت بيبان تكراتور آمين أو تنجيب فمروغاني سنشيرسوس بخريستوس بن شويس او تنجيبي ابن فما اس اواب ام باراكليتو امين اس بتير اغيوس اس ايوس اغيوس ان ابن فما اغيون امين ابلوغيتوس كيريوس او ثيوس ايستوس ايونس Amen. Nies nos tiros moepchois marois moiro fengenileos tiro. Giabev naita groere egon. Otimis mientepchois shopshoini. Amen. Alleluia. Sabatrin ke yon ke agi om nevma. Antigenin ke ai kestose onastone onon amin allelo eleflogison epi prosevkista thite erinifasi ke domnevma Tieso agen shebeh moten tot fem berefer besnane bo hanait ibnot biotem ben choice wa benot yo ben sotier iso os bekhere sto shavres ke bazine kona fer poisinion ab age eon ab shoptine fafti aso eon afti toten event en shahare Etai onosai enthob on my tibosentev areh eon chen pai oh es o avai nemni ehotir on teben on chen erini nevenen jabi bantokrator epshoi sepenoti pro sevexaste in ele Master Lord, the God of Pantocrator, the Father of our Lord, the God and the Savior, Jesus Christ. We thank you for everything concerning everything and in everything. For you have covered us, helped us, guarded us, accepted us to yourself, spared us, supported us. And have brought us to this hour. لبولك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطوباوي البطريرك الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا سيرابيون وأبينا الأسقف المكرم الأنبا أبراهام وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا. Lord have mercy. Therefore we ask and entreat you, goodness, O lover of mankind, grant us to complete this holy day and all the days of our life in all peace with your fear.
all envy, all temptation, all the work of Satan, the counsel of the wicked men, and the rising up of enemies hidden and the manifest. Take them away from us and from all your people and from this table and from this your holy place. But the things which are good and profitable do provide and given us the authority, red on serpents and the scorpions, and upon all the power of the enemy. Servants, ministers of this day, my father, the metropolitan, the hegumen, the priest, the deacons, the clergy, and all the people, and my self, be absolved from the all holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and from the mouth of the one only holy Catholic and the Apostolic Church, and from the mouth of the 12 apostles, and from the mouth of the beholder of God, the evangelist, St. Mark, the holy apostle and martyr. The Patriarchs and Saviors, our teacher, Dioscorus, Saint Athanasius, Apostolic, Saint Peter, the Archpriest and Holy Martyr, Saint John, Chrysostom, Saint Cyril, Saint Basil, and Saint Gregory, and from the mouth of the 318 assembled at Nicaea, the 150 at Constantinople, and 200 at Ephesus, and from the mouth of our honored father, the Archpriest Pope Alva Tawadros II, his partner in the Apostolic Liturgy, our honored father, the Metropolitan Ambassador Serapion, and from the mouth of my abject self, for blessed and full of glory is your holy name, O Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and at all times. Empenioten taioten arshiren papa abata wadrosnem emmedoro sis sera nempenioten empeskompos Abra, ni menarati entebe resto sonti sani kento ebne ma. Ever
تعالي and
تاني قد اوعى بنت باي اهو في اوعى في اوعى تنو ابكي عرب ونخم فنيوت تايوت نارشي ارب بامبا آبا تواد روسيم شويس ريموت نان بيكو ابول انتن النومي Paul, the servant of our Lord Jesus Christ, called to be an apostle appointed to the gospel of God. A reading from the first epistle of our teacher Paul to the Corinthians. May his holy blessings be with us. Amen. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able. For you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Who then is Apollos, and who is Paul, but ministers through whom you believed, as the Lord gave to each one? I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither he who plants is anything, nor he waters, but God who gives the increase. Now he who plants and he who waters are one, and each one will receive his own reward according to his own labor. The grace of God the Father be with you all. Amen. The Catholic epistle of our teacher, St. Peter, may his holy blessings be with us all. Amen. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ,
to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. But also, for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he is cleansed from his old sins. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord God, our Lord and Savior Jesus Christ. Do not love the world or the things in the world. The world is passing away and its lusts, but he who does the will of God abides forever. Amen. Shirin Maria Anti Incherompi The Acts of our fathers, the apostles, may their holy blessings be with us all. Amen. And after they had become silent, Jesus answered, saying, Men and brethren, listen to me. Simon has declared how God at the first visited the Gentiles to take out of them a people for his name. And with this, the words of the prophets agree, just as it is written. After this, I will return and will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down. I will rebuild its ruins, and I will set it up so that the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who are called by my name, says the Lord who does all these things. Known to God from eternity are all his works. Therefore, I judge that we should not trouble those from among the Gentiles who are turning to God,
but that we write to them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality, from things strangled, and from blood. For Moses has had throughout many generations those who preach him in every city, being read in the synagogues every Sabbath. Then it pleased the apostles and elders with the whole church to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely Judas, who was also named Barsabbas, and Silas, leading men among the brethren. They wrote this letter by them, the apostles, the elders, and the brethren, to the brethren who are of the Gentiles in Antioch, Syria, and Cilicia. Greetings. Since we have heard that some who went out from us have troubled you with words, unsettling your soul, saying, you must be circumcised and keep the law, to whom we gave no such commandment. It seemed good to us, being assembled with one accord, to send chosen men to you with our beloved Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. We have therefore sent Judas and Silas, who will also report the same things by word of mouth. For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things, that you abstain from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from these, you will do well. Farewell. The word of the Lord shall grow, multiply, be mighty, and be confirmed in the Holy Church of God. Amen. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم التاسع من شهر أمشير المبارك أحسن الله استقباله وعاد علينا ونحن مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي جميعا أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 174 للشهداء 458 ميلادية تنيح الأب المغبوط الأنبا بكسومة أب رهبان السريان. ولد هذا القديس في بلدة صامصات بالشام، وقد تنبأ عنه رجل قديس قبل ولادته قائلا لوالديه: سيخرج منكما ثمر صالح وينتشر ذكره في الأرض. وفعلا تم هذا القول، إذ أنه عندما كبر بكسومة ترك أبويه وقصد نهر الفرات، حيث أقام زمانا عند رجل قديس يدعى إبراهيم، ثم انفرد في الجبل عابدا مصليا صائما بنسك شديد، فاجتمع حوله تلاميذ كثيرون، وكان ماء ذلك المكان مالحا، فبصلوات القديس صار حلوا، كما حدثت منه معجزات كثيرة، وحدث غلاء في تلك البلاد، فرفعه الرب بصلواته، وقد زاره القديس سمعان العمودي، وتبارك من بعضهم البعض. اشتهر هذا الأب بمقاومته لبضعة مسطور، وحضر مجمع أفسس سنة 431 ميلادية بدعوى الإمبراطور ثيودوسيوس الصغير الذي أكرمه كثيرا. ولما جمع مقريان المجمع المدخل قدوني، طلب الآباء من الإمبراطور ألا يدعو بكسومة إلى المجمع لعلمهم بالنعمة التي فيه. وعندما قرر المجمع القول بالطبيعتين، قاوم القديس بكسومة هذه التعاليم الخاطئة، فنالته شدائد كثيرة. وعلم هذا القديس بيوم نياحته، فاستدعى أولاده وباركهم وأوصاهم بالثبات على الإيمان الأرثوذكسي، وتنيح بسلام. وقد ظهر وقت نياحته عمود من نور قائم على باب قلايته، فكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل. بركة صلواته فلتكون معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 21 للشهداء 305 استشهد القديس بولس السورياني. هاجرت أسرته من بلاد سوريا واستقرت في مدينة الأشمونين، ومن عمل والده في التجارة اقتنى أموالا كثيرة، ورزقهما الله هذا القديس فربياه تربية حقيقية حتى نما في الفضيلة وحب الرب من كل قلبه. ولما توفي والده صلى القديس إلى الله ليرشده إلى الطريق الذي يرضيه، فأرسل الرب ملاكه في رؤيا وعلمه بأنه سينال إكليل الشهادة، ففرح وتعزى ووزع كل أمواله على الفقراء والمساكين، وقام لوقته ومضى إلى والي أنصنة واعترف بالسيد المسيح، فأمر أن يعرى من ثيابه ويضرب بالسياط وتوضع مشاعل في جنبيه، فلم يخف. ثم حاول إغراءه بالمال، فقال القديس: لترك لي أبوي كثيرا من الذهب والفضة، فلم ألتفت إليهم حبا في ربي وإله يسوع المسيح.
فكيف أنظر إلى مالك الآن؟ فغضب الوالي جدا وعذبه بكل أنواع العذاب، وكان الرب يشفيه ويقويه. وبعد ذلك أمر الوالي بأطلقه عليه حيات مميتة فلم تؤذيه. ولما احتار الوالي في تعذيبه أخذه معه إلى الإسكندرية أوضعه في السجن، والتقى بصديقيه القديسين إيسي وتكلى أخته، فابتهجت أرواحهم. ولما عزم الوالي العودة إلى أنصنة أمر بقطع رأس القديس بولس، فنال إكليل الشهادة، فأتى بعض المؤمنين وأخذوا جسد وكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل. بركة صلاة فلتكون معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديس سمعان، بركة صلاة فلتكون معنا أمين. وفيه أيضا تناحت القديسة إفروسينا. عاشت هذه القديسة في أواخر القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر، وفقدت والديها وهي صغيرة، فتولت إحدى العائلات التقية تربيتها، فنشأت في حياة تقوية محبة للنسك. اشعرت بأن شاب يتقدم لزواجها، حلقت شعر سعر أمغى الذي أثر في نفس الشاب الذي كان قد تعلق بها، فأحب البتولية وكرس حياته للرب. أمام إصرار الفتاة على الحياة البتولية قدمها الذي قام بتربيتها إلى الدير، فازدادت نسكا وصهرا بما يليق بذلك الزي الملائكي الرهباني، وقد وهبها الله موهبة عمل المعجزات. وبعد أن تنيحت رئيسة الدير اتفقت الراهبات على إقامتها رئيسة وأما عليهن، خاصة أنها اتسمت بجانب نسكها وصهرها وحبها للعطاء بالتمتع بروح الحكمة في اتضاع، فكان الكل يشتقن لمجالستها وطلب مشورتها. تميزت في رئاسها بالحب الشديد والبشاشة، فكانت كل راهبة تجد راحتها الحقيقية في المسيح خلال هذه الأم. مرت الكنيسة بضيقة شديدة في أيامها، استورد المسيحيون من الدواوين، فكانت سندا لتلك العائلات المتألمة، واستطاعت بقلبها المحب وبشاشتها أن تسند هؤلاء المضطهدين وتعينهم، كما ردت نفوس كثيرة إلى الإيمان. أخيرا عانت من الأمراض زمانا طويلا ووقدت في الرب في التاسع من إمشير سنة 1024 وبالبالغة من العمر 80 عاما، وقد حضر البابا يوحنا الثامن البطريرك 80 انتقالها. بركة صلوات القديسة أفروثينا فلتكون معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. Master Lord Jesus Christ, our God, who said to us in the honored disciples and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and act according to your holy gospels,
through the prayers of your saints. Pray concerning the Holy Gospel. Lord, have mercy. Remember also our master, all those who have been blessed. Remember them in our supplications and prayers, which we offer up unto you, Lord our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. Salmos to David, alleluia, maros, chas, chente, kiklesi, ente, bifle, O Maro Esmoero Fitek Drainte Nebres Viteros Javcon Ometiot Eme Fritin Haneso Ebenaf in Genic Soto O no Fa Forgen Jeb Shoiso Onef Omenethif Je ento bif o weep sha ene katan taxis in melchisedek choisa wina memokim bin yotim batre yarshis papa vata wadros bima his nav nem bin yotim metropolitins avaserabion nem bin yotin episcopos abba abraham Ebshoy se petenen on من مزامير أبينا داود النبي والملك بركات مع جميعنا استمع يا الله طلبتي اصغي إلى صلاتي على الصخرة رفعتني وأرشدتني صرت رجائي وبرجا حصينا Let them exalt him in the church of his people and praise him in the seat of the elders, for he has made his family like a flock of sheep. The bright shall see and rejoice. The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever after the order of Melchizedek. The Lord is at your right hand, our saintly father, the patriarch Pope of Artavadros II, and our father, the metropolitan of Serapion, and our father, the bishop of Abraham. May the Lord keep your love. مبارك الآتي باسم الرب
ربنا وإلهنا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وكان جموع كثير سائرين معه فالتفت وقال لهم من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا، ومن لا يحمل صليب ويتبعني فلا يمكنه أن يصير لي تلميذا. فإنه من منكم يريد أن يبني برجا أفلا يجلس أولا ويحسب النفقة وهل عنده ما يكمله لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله؟ فابتدأ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين أن هذا الرجل ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمله، أو أي ملك يمضي إلى محاربة ملك آخر أفلا يجلس أولا ويتشاور هل يقدر أن يلاقي بعشرة الآلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام بعيدا منه يرسل شفاعة طالبا سلما، فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله فلا يقدر أن يصير لي تلميذا. الملح جيد، فإن فسد الملح فبماذا يملح؟ فلا لأرض يصلح ولا لمزبلة بل يلقى خارجا، من له أذنان للسمع فليسمع. والمجد لله We believe in one God, God the Father, the Protocrator, creator of heaven and earth, and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, one essence of the Father, by whom all things are made, who for us men and for our salvation came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit and of the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried, and on the third day he arose from the dead according to the scriptures. He ascended into the heavens. He sits at the right hand of his Father. He's coming in his glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the life giver, who spoke by the prophets in one holy Catholic Apostolic Church.
We long for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Shri Leflogison. The great and the eternal, who formed man in incorruption, and death which entered into the world through the envy of the devil, you have destroyed by the life-giving manifestation of your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ. You have filled the earth with the heavenly peace, by which is a host of the angels glorify you, saying, Glory to God in the highest, peace on earth, and goodwill toward men. Pray for perfect peace, love, and the holy apostolic greeting. Lord, have mercy. According to your good will, God, fill our hearts with your peace, cleanse us from all blemish, all guile, all hypocrisy, all miles, all remembrance of the veil, remembering death, and make us all worthy of our master to greet one another with the holy kiss, that without falling into condemnation we may partake of your immortal and heavenly gift in Jesus Christ our Lord. بنعمة ربنا نقوم بصيامة الخادم المبارك رامي كولوس في رتبة الدياكون. هو خادم هنا في الكنيسة فترة، لكن احنا محتاجين له للخدمة في كنيسة أخرى، بس أنا قلت إن احنا نقسمه هنا في رتبة الدياكون أولا بصفة إنه خادم في هذه الكنيسة. فإن كان ما عندكمش اعتراض تقولوا أكسيوس. Make us first to pray thankfully, saying, Our Father who art in heavens, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, we forgive those.
Baron Stone Sin Sos Ben Shoy Shri Hilef Loki Sol Himbe Abrasiv Kista Sita Kentum Nel Mati Marin Chebe Moton Totfen Berever Besnanivo Night of Notu Yotem Ben Shoy Sawah Ben Not Yawa Ben Sotir Jesus be Christos, je ev erek spazene gonev ervoisen eron afareya eron afshobten eruf aftes eron afti tuten aventen shaere etaha I n o thai ends of on marin tior fabos and of areya eron chimpai so of vain mnyotiron tepen on chen herin in even jibi pantocratore pshois. Penoti Sivaksasti Yelai Yisoo Evni Vepshaisiv Noti Pipam Tokrator Vyotim Benchaisawah Benoti Awa Ben Sotir Isos Bechrestos. We thank you for everything concerning everything and then everything. For you have covered us, helped us, guard us, accepted us, your service, spared us, support us, and have brought us to this hour. Lika irhaman Allah wa ataraf alayna wa asma'na wa aynana wa aqbala su'alat wa talibat quddisi minhum bis salahi anna fi kulli hiin wa an yahfaza lana wa alayna hayat wa qiyam abiyin at-tubawi بطرير كلام بطوات روس الساني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المقرم الأنبسرة أبيون وأبينا الأسقف المقرم الأنبا أبراهام وأن يغفر لنا خطايانا يا رب Therefore, we ask and entreat your goodness, O lover of mankind. Grant us complete this holy day and all the days of our life in all peace with your fear, all envy, all temptation, all the work of Satan, the counsel of wicked men and the rising up of enemies hidden and manifest. Take them away from us and from and from this holy church and from this holy place that is yours. Nizi Esnanev Nimnen Novri Sahnema Onen Jensokvet Katim Ber Shishinon Ehom Yejen Yehov Nimne Chilinim Ejen Tigom Ters Ente Begajin Yelain Son Tenon Stem Vyot Nim Shirin Em Bemne Em Madhuam Tidriyaz Duam Vin Omo Ziyot Shirene mare yanti shirom piyet nesus diyet asmisin anem ibnoti impinosh Shere mi chayin pinish tenar shiyan gilon Shere gabriyin pisont and pifayish and no fish Shere yon nes pinish tiyem e poro O dromo shere piyo imim singeni sin emmanuel Shere nakman tiro shere piyo vangel stif Shri Vya Bustonos Markus Pithe Ore Mosh
Sharon Akman Tiro Sharon Pin Showing Gengen Neon Sharon Piatno Fono Filo Patir Mercone Yosh. And Reno, with me, Penny, on to the heaven, Pantme, she's for our colonels, be my son, be my need, and the Christos only at Sintio eron koion, steon, se trekare ponchem pen patre, arsis pa vava to adros pi arsis, mata grupin jem pefet nonon. Nempem gesh bin en li, turgon spenion te do abendi, inke os avabram pifeskopos, matang no pijin pefet no nos. Nanim binko e volenten en novi ether en osero, oj nem pekioten agat. أيها الرب وإله القوات الذي أتى بنا إلى نصيب هذه الخدمة الذي يقيم فهم البشر ويفحص القلوب والكلى، اسمعنا بكثرة تحننك ونقنا من كل نجاسات الجسد والروح، مزق سحابة خطايانا وظلمنا مثل الدخان، املأنا من قوتك الإلهية ونعمة ابنك الوحيد الجنس وفعل روحك القدوس لنكون مستوجبين لهذه الخدمة التي للعهد الجديد، لكي باستحقاق نستطيع أن نحمل اسمك القدوس ونقف ونخدم كهنوت أسرارك الإلهية. ولا تدعنا نشترك في الخطايا الغريبة، بل امحو التي لنا وامنحنا يا سيدنا ألا نصنع المائلات، بل انعم لنا بمعرفة حقيقية لنقول ما يجب ونتقدم إلى مسبحك المقدس، وإقبل إليك شماسية عبدك الواقفة هنا منتظر مواهبتك السمائية، لأنك صالح وكثير الرحمة لكل الذين يدعونك، وقوي هو سلطانك مع ابنك الوحيد الجنس والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين. كريالا أيسون كريالا سون كريالا أيسون. نعمة ربنا يسوع المسيح المكملة لنقصنا بمسرة الله الآب والروح القدس تحل على هذا الذي دخل المسبح المقدس بمخافة ورعدة، منحنا ورافعا عيني قلبه إليك يا ساكن السماء، منتظرا مواهبك السمائية لكي ينتقل من رتبة الإبيزياكونية إلى طقس الشموسية في الكنيسة المقدسة. صلوا كلكم لكي تحل عليه موهبة روح القدس بقولنا أجمعين يا رب ارحم. كريالا أيسون كريالا سون كريالا أيسون. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الحقيقي الصادق في مواعيده الغني في كل شيء لكل الذين يدعونك، اسمعنا إذ نسألك، إذ رواك على عبدك الذي تفعل الشماسية بالتزكية وحكم الذين قدموا في الوسط، املأه بالروح القدس والحكمة والقوة كما ملأت استفانوس أول الشمامسة ورأش الشهداء المتشبه بأوجاع المسيح، زينوا بنعمتك وأقموا خادما لمسبحك المقدس لكي ما إذا خدم كما يرضيك في الخدمة التي اؤتمن عليها بغير لوم ولا خطية ليستحق درجة عالية فاضلة، وليس النعمة تعطي بأيدينا بل بافتقاد رأفاتك ذات الغنى التي تعطي لمن يستحقها، وأن أيضا طهرني من كل خطية غريبة واعتقني من خطايا بنعمة ابنك الوحيد الجنس ربنا ولا نخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعز والسجود تليق بعمر روح قدس المحيط مساوي لك الآن وكل أن تهدو كلها. أمين. كريالا أيسو كريالا أيسو كريالا أيسو. Yea, O Lord, make him worthy for the call of the diaconate.
so that in worthiness and through your love of mankind, he may be worthy of your holy name and worship you and serve your holy altar and find mercy before you, for all mercy and compassion are from you, and glory is due to you, O Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and at all times, and unto the ages of all ages. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. O Lord, look upon us and upon our service, and purify us from every defilement. Send your grace down from heaven upon your servant, that he may be worthy from you to fulfill your service without blame, so that he may obtain your compassion along with those who have pleased you since the beginning. For mercy is found in your will, and you are worthy of the honor, worship for everyone, O Father and Son and the Holy Spirit, now and at all times, age of all ages. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. We call you in the holy church of God. Amen. Amen. We show a deacon the holy altar of one holy Catholic Apostolic Orthodox Church of God in the Diocese of Los Angeles, loving of Christ. Amen. Amen. ندعوك يا بيشوي دياكن على المسبح المقدس الذي دعا الأرثوذكسيين خلف وعن بيوت مبشيرين بابنف مع السواب ونوتي نوت أمين إفز مراوت إن جيف نوتي فيوت ببانتوكراتور Amen. If is mara o tenjev mongonis in shiri isos be Christos ben choice. Amen. If is mara o tenjev ibnif ma is oweb emparakliton. And the honor, and the world, all holy Trinity, the Father, and Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Peace and edification, O Holy Catholic, Apostolic, Orthodox, of Church of God, Amen. نشكرك أيها السيد الرب الإله الضابط الكل من أجل كل شيء، ونسبح ونمجد اسمك القدوس لأنك صنعت معنا عظائم. نسأل ونطلب إليك يا محب البشر الصالح، اسمعنا من قبل تحننك، وصر على الشرطونية التي صارت لعبدك من قبل حرور روحك القدوس عليه، وقوم دعوة اختياره بالطهارة والنعمة التي لصلاحك،
لأنك دعوتنا معه إلى الصلاح لنعمل ونأخذ ربح الوزنة لكي ننال مع كل الذين عملوا مشيئتك منذ البدء أجر الوكيل الأمين الحكيم عند ظهور ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود طليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصر إنت النبرز في أنت تثعون تنكون سدوا ماري شوي ساري موتنان بينكو إبول انتنن تنوش تموكو بخير انستوس نم بكيوت أغاثوس نم بمنوما إثواب جاءكي أنكسون تيمون إلغوس إيريني إستيسة يا إنسة Lord be with you all and with your spirit. Your heart. We have them with the Lord. Let us give thanks to the Lord. It is meet and right. Meet and right, truly indeed, it's meet and right. O Yoda, being Master, Lord, God of truth, being before the ages and reigning forever, who dwell in the heights and look upon the low, O holy, who have created the heaven, the earth, the sea, and all that is therein, the Father of our Lord, God and Savior, Jesus Christ. Yes, by whom you have created all things visible and invisible, who sits upon the throne of his glory and who is worshipped by all the holy power. You are seated, stand. Before whom stand the angels, archangels, the principalities, the authorities, the thrones, the dominions, and the power. And look toward thee. You are he around whom stand the cherubim full of eyes and the seraphim with six wings praising continuously without ceasing, saying, Rose home. Cherubim worship you, and the seraphim glorify you, proclaiming and saying, Holy, holy, holy Lord of hosts. Agios,
Holy, holy, holy indeed, O Lord our God, who formed us, created us, and placed us in the paradise of joy. When we disobeyed your commandment by the deceit of the serpent, we fell from eternal life and were exiled from the paradise of joy. You have not abandoned us to the end. By all of us holy prophets, and in the last days, you manifested yourself to us who were sitting in darkness and the shadow of death. Your only begotten Son, our Lord, God, and Savior, Jesus Christ, who of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary. Amen. Was incarnate and became man and taught us the ways of salvation. He granted us the birth from on high, through water and the Spirit. He made us unto himself and assembled people and sanctified us by the Holy Spirit. He loved his own who were in the world, and as a ransom on our behalf, gave himself up to death, which reigned over us, whereby we were bound and sold in account of our sins. He descended into Hades through the Amen. He rose from the dead on the third day. He ascended into the heaven and said to the Father, He has appointed a day for recompense in which will appear to judge the world in righteousness and give each one according to his deeds. According to your mercy, O Lord, and not according to have cause in an echri empainishti mystery on in teti metabsavit after shar etei fe evmu a eb on him because mu alithon spestevo. Genev Jesus, O Abin, Atachino, and Atsolebo, Hin Macarion, O Henriftan, Ten 19 Jeffy, Penhenometh me, Amen. Beit woven yot ibnot yobni vente o onni ven etaf shepeh mot. Amen. Af zmoe ero. Amen. Agi yazini mot. Pestev omen ke homologo men ke dong sa zo me a
αυτή φινιέτινου φιν άγιος εμάς ετής, ούχεν Αποστολος εθ ούεπ, ευγω εμός, γε ετσι ούμε βόλεν χετφετή ρουβάι γάρ πεπασόμα ετών αβάς, εγεν συνούνιμ χαν καμίσιν σετίβ, ευγω εβόλεν τε νινούβι. Vai arit fe e pa eriv me ev i. Vai pechen omet mi ami. Vai riti on beke avot menen sabeze. Non absot fe welchen o erbenem o ma o etaf shepe mo amin afez mo ero amin agi azine mo Palim pestev, omen ke omologo, men ke dong sazo, omen. Vjimti ibi, afti fi onen nietinu fin agios emasitis, Owehen Apostolos eith oweb, evgo emus. Je etchi so evolen chetfetiru vai rar pepa esnofen teti zi yesikim veri. Et onavon fe evol ijin sinunim han kemishin setiv. Ebko evolen te ninu ovi. Vai arit fe epa. Erev me ev i Fai on pechen ometh mi ami Every time you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim my death, confess my resurrection, and remember me till I come. Amen, amen, amen. Your death, O Lord, we proclaim. Your holy resurrection and ascension into the heavens we confess. We praise you, we bless you. We thank you, O Lord, and we entreat you, O our God. For as we also commemorate his holy passion, his resurrection from the dead, his ascension into the heaven, his sitting at the right hand of Father, and his second coming from the heavens, awesome and full of glory, we offer unto you gifts what is yours for everything, concerning everything, and in everything. Worship God in fear and trembling. We praise you, we bless you,
we serve you, we worship you, let us attend. Amen. Oh, by Oikimin and the Ife in Soma, if over the Fab Tina Tia. Amen. Oh, by Abadzon and Snofetayot and Tati. The Siki in very Amen. ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحمنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب ارحم هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا نذكر يا رب أبانا الطوبة والمكرم رئيس الكهنة البابا أنبا تودروس وشريكيه في الخدمة الرسولية أبونا المطران المكرم الأنبا سيرابيون وأبونا الأسقف المكرم أنبا إبراهام. يا رب يصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم يا رب على الكنيسة المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة يا رب وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أنت رحمنا كلنا معا رحمنا يا الله الأمد بطهر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين يا رب ارحم ساكنين فيها بمن تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك
ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه الحسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا كفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماء. صلوا من أجل هذه القربين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا. Sani pente pek monogenis enchiri renjvir pirme vienteni to abintok arika toxinip choice ente kerme vienni to abtiro tavranak is genepe neniyoti et o ni patriarchis, ni prophetis, ni apostolos, ni nephios, ni evangelistis, ni martyros, ni monogitis, ni memnemanibe, ni nethmi, et avgokevon, chenefnati, enodet, etho, ebthmenotem, parthenos, en seon, even, ti theotokos, etho, eb, tiagia mare. Nem piegas Athanasios pia Apostolikos, nem piegas Petros Hieru Martyros pia Sheriffs, nem piegas Johannes pia Aristomos, nem piegas Theodosios, nem piegas Theophilos, nem piegas Dimitrios, nem piegas Kyrinos, nem piegas Vesenios, nem piegas Herodes Pithonogos, nem piegas Herodes Pithomatoros, Nempia Agios Gregore Eios Pi Armenios Nempishom Tishemitish Vinet of Thoti Chinikia Nempishen Devente Constantinopolis Nempisnaushen Tefsus Nempiniotinikios Pinishia of Antonius Nempithmia of Apovni Nempishom Tethoem of Ameke Eri, Nemnoshiri Tironis Tavrofuros, Nempiniota Bayanus, Pigominos, Nempiniota of Shoipith me Promentinios, Pimen Ritin Tipinsotirin Athos, Nemepuros, Tir Pintinito Abin Tok, Nayete won Hitinotio Nimran Tirohis of O Matagon of the Picronato Web. Tamotimo peri ego. Niatos maraton iran in tinio de tho even patriarchis et ovin cot. Ep joins mam to no no psychitiro. O antefken in no ovinon evo. O rempo es mo etho wa sho bi
Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie evlogison, Kyrie anapavson. Amen. اذكر يا رب انفس عبيدك في ذكراهم منى اندراوس جوليا عياد منير عبد الملك نرجس عبد الملاك. تفضل يا رب ان تنيح نفوسهم جميعا في حضن ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب. علم في موضع خضر على ماء الراحه في فردوس النعيم، الموضع الذي هم حزوى الكابه والتنهد في نور القديسين. يا رب ارحم. Lord, whose souls you have taken, report them in the paradise of joy in the region of the living forever in the heavenly Jerusalem in that place. To our sojourner in this place, keep us in your faith and grant us your peace unto thee. As it was, it shall be. It is from generation to generation and unto the ages of all ages. Amen. Lead us out the way into your kingdom, that as in also in all things your great and holy name may be glorified, blessed, and exalted in everything. Honor and blessed with Jesus Christ, your beloved Son, and the Holy Spirit. Peace be with all. And with your spirit. And let us give thanks to God the Pantocrator, the Father of our Lord God and the Savior Jesus Christ, who also has made us worthy now to stand in this holy place, to lift up our hands and to serve his holy name. Let us also ask him of the communion and partaking of his divine and immortal mysteries. Bantocrator, epshoi sepennoti. Amen, amen, prosevex aste. Ere le eison. Ere ni pasi. أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلوبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا
بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة كل أحد. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحا. يا معين الملتجئين إليه رجاء الذين يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشاروبيم والسيرافيم وكل الجمع الغير المحصى الذي للقوات السمائية. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحا. اللهم الذي قدس هذه القرابين المعضوعه بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد عنا. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحا. نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة وجاء ثابت نجرؤ بدال بغي خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يتمد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض فرجنا لنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح. خمبرستوس إيسوس باركها خلص حقا ومع روحك ننصت بخوف الله. امين. امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. Holy is for the holy, blessed be the Lord Jesus Christ, the Son of God, the sanctification is by the Holy Spirit. Amen. One is the Holy Father, one is the Holy Son. One is the Holy Spirit. Amen. Passi. Kentum melmanti
ايه اجيون كايما تيميون اليسين ايسو اخرستو تو ايو تو سي او امون امين امين تيميون سوما كايما اليسين ايسو اخرستو تو ايو تو سي او امون امين امين اي اي Amen, amen. I believe and confess to the last breath that is the life-giving flesh that your only begotten Son, our Lord, the God and the Savior, Jesus Christ, took from our Lady, the Lady of us all, the Holy Theotokos, Saint Mary. He made it one with his divinity, without mingling, without confusion, and without alteration. He confessed the good confession before Pontius Pilate. He would have followed up the cross of his own will for us all. Truly, I believe that his divinity parted not from his humanity for a single moment, nor a twinkling of an eye, given for us for salvation, remission of sins, and eternal life to those who partake of him. Tinati, 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 Jesai techen, omis me, amin. Amin, amin, amin. I believe. This is true, amen. Pray for us and for all Christians who said to us concerning them, remember us in the house of the Lord, the peace and love of Jesus Christ be with you. Let us sing Alleluia. Pray for the worthy partaking of the Immaculate and the Heavenly Holy Mystery. Lord have mercy. Donc sanct sing Kyrie, yeah, donc sanct. Yeah.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. According to the multitudes of his praise him with the sound of
Concentration and sing with all jubilation. Christ has granted us salvation. Thank His favor. Given us graces and bestowed upon us His sacrament. Christ has granted us salvation according to His divine will and His elevated wisdom. He gave us His hidden mysteries.
since Christ has granted us salvation. The luminous angels desire to behold and look upon this gift that the Lord has granted to mankind. Christ salvation. He bestowed upon us forgiveness and destroyed Satan's snare for us and gave us his body as korban. Christ has granted us salvation, deep wisdom and hidden mystery. The human mind cannot comprehend, only the eternal living God. Christ has granted us salvation. The bread that is placed in the baton, it covers sins and transgressions. He who eats of it obtains eternal life. Christ has granted us salvation. Pure wine mixed in the chalice for salvation and repentance. He who drinks it is saved from punishment. Christ has granted us salvation. Salvation and spirits and souls, and those who believe in his holy name, they receive the inheritance of paradise. Christ has granted us salvation, a medicine that heals all wounds, that abolish all sins and wickedness, to inherit the kingdom of heaven. Christ has granted us salvation. Comfort for the souls of the believers, for those who are steadfast in the faith. They will receive mercy on judgment day. Christ has granted us salvation. The time of deception has gone away. Our Savior's light has shone upon us, and our souls rejoice that we're happy. Christ has granted us salvation. The lamp of truth illuminated in us, and its light shone upon us. The living Jesus, our Redeemer. Christ has granted us salvation, a high honor and great glory, a true and perfect gift, the body and blood of Emmanuel. Christ has granted us salvation. The host of angels on high are standing before him in fear and worship now and forever. Christ
Christ has granted us salvation. His light shined in every place. To him is greatness and authority, and worship now and forever. Christ has granted us salvation. Glory to God in the highest, peace on earth and goodwill towards men. Amen. Alleluia. Dong sebetri ke io ke age om nema tinkenin ke ai kestos e onas ton e onun amin tenoshe goemos jeobensho Jesus Christos is moina irente ve mare pec nainem tenkirin o in sub tempe clao so diem mono nainan ancin si et genisem muis timent o imen temen si sending timent geloien te Jacob benogen a temathos a la pingati en son bente dag Tiso feia enteso, lomum piem nemaim paraclinton fi enta vi ege, ni apostolos em choisef e arep, on genem eptahu erant vimpenioten taioten anje, papa abata vadros, nempenioten metropolitis, Nempeniotin episkopos ava Abraham, evnotin ted ve efeta grofi genno ethronos en mission rompin emans, en erini konin ted ve enno gajintiro sampesin tenno en chalavge, kolem to en bechristos erie, temken en novinane vulchen o hirini katapipne, Stenna in Kyrie eleis, o in Kyrie eleis, Kyrie eleis, o in amines moero es moero, sin metalia coni ebolo en piesmo. اخفى عشان نسير مسكون القديس العظماء مايم والسلاسة العظماء المونيون مخائيل وغبريل وفيل وكل مصاف الملائكة والنساك والعباد والسواح والبصليب باركة ملك هذا يوم ملك هذه الذبيحة باركة القديس مقيوس أبي سفين وقديس برميلة قديس الأنبا برام والقديس بابا كولوس والباركة القديس العظماء مريم أولا وأخيرا بركاتهم ونعمت حبتهم فتكون مع جميعنا كريستوس بن نوتي اب اوان تتی هرینی مویران تک هرینی سمدنان تک هرینی کن نووینان ورد سوک تتی گوم نبی او نبی زبون نبی اما شاینی امین و کسوش تو پری سنگ فلی اوک فازا گواخت ان هیبن حالوت بی زینی زی کت کم زام زی ورد بی دان خون ان ایو سد زن هیب گس آخت سویس سویت سویس اگین سد سویس محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شاكة وعطيت وحوت فلتكن مع جميعكم وبالسلام سلام الله فليكن مع جميع أبوك نشكر الله على رسامة الدياكون بشوي وقت زفة الدياكون الجديد وبعد كده يسمع الوصية وأثناء ده نديكم لأمة البركة تفضلوا بس أنا تعب لأخد صورة هنا الأول Thank you. Yeah.
Oh,
وصية للدياكون، هذا عمل خدمة اؤتمنت عليه ابن دياكون بشو يجب عليك أن تكمل ما كتب لك وتصنعه إذ أنت معدود من أولاد استفانوس أول الشمامسة. تفتقد شعب الرب الأرامل والأيتام والضيقين وتعين من تقدر تعينه وتسد فاقتهم وتكون لهم مثالا كنزوا أعمالك الحسنة وينظروا إلى طريقتك وتكون تابعا للأسقف والقسيس وتعرف المضايقين يفتقدون كالحد القانوني تكون الذين هم أعلى منك في الرتبة الذين هم القصوص ويكونوا كالآباء لتستحق أنت الطوبى القائل أن الذي يخدمني أكرمه أبي. وكما يقول أيضا الرسول الطاهر بولس أن الذين يخدمون جيدا درجة صالحة تصنع لهم دالة عظيمة في الإيمان بالمسيح يسوع. افهم مقدار الكرامة دفعت لها لتحمل الذي هو الدم الحقيقي والمعطي خلاصا للعالم الذي يسلم في يديك. مجدا لإلهنا الرب يسوع المسيح أمين. الله بدعونا جميعا. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك مشيئتك كما في السماء وزنا الذي للغد أعطينا اليوم تجب عليك النجينا من الشرير المسيح أمين. لعب عشان ندبسك الصليب ياكم بشوي
Trying to.